لم يعد هناك حزب كبير واخر مجهري او حزب قديم واخر فتي التطورات الاخيره التي شهدتها الجزائر كانت سببا في تغيير الخارطه السياسيه تغيرت المفاهيم واضحت كل الاحزاب السياسيه سواسيه عند السلطه الحاكمه وهذا ما ترجمته المشاورات الاخيره لرئيس الجمهوريه مع قاده الاحزاب حيث استقبل تشكيلات سياسيه كان جزء منها خارج المشهد السياسي لسنوات مهمة السيد الرئيس الجمهورية أنه يوصل الخيارات المتعددة لعموم الشعب بعدها الشعب هو من يصنع حزب كبير أو حزب صغير ب آه يعني امتداده في الشارع بمدى صدقه بنزاهة آه إطاراته ومنتسبيه اليوم رأنا في جزائر نظن حقيقة كل الأحزاب غادية تتنافس في استحقاقات رأي قادمة كل الأحزاب سواسية على كل حال والعمل يبقى في الميدان الحزب اللي يكون اللي يكون عنده شعبه يقدر يعود يرجع وما كانش واحد عنده واحد ما عندوش الانتخابات التشريعية على الأبواب وأمام مختلف الأحزاب السياسية فرصة ذهبية لتحقيق ما عجزت عنه في الاستحقاقات السابقة بعدما تعهد صناع القرار بضمان عذرية الصندوق نحن مقبلون على عملية انتخابية الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية والكل سواسية والقانون الذي سيخرج خلال اليومين القادمين سيبرز اهميه هذه الانتخابات اولا والضمانات التي قدمها القانون وحتى ما جاء في المواد المتعلقه باللجنه الوطنيه المستقله لمراقبه الانتخابات. مجمل هذه الضمانات من شانها ان تكون لبنه حقيقيه من اجل ان نذهب الى انتخابات تكون نزيهه شفافه وبمشاركه الجميع الانتخابات المقبله ستفرز خارطه سياسيه جديده غير تلك التي عاهدها الجزائريون لكن قبل ذلك ستكون التشكيلات السياسيه امام تحدي اعاده الثقه مع المواطن من اجل ابطال طلاقه مع كل ما هو سياسي